مسكوه بالسكاكين دب دب دب، واللي استدرجوا مين؟ صاحبه. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جداً، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة. قبل ما أتكلم في الجريمة دي لازم أقول الجملة دي: اليوم اللي دخل فيه المحمول بيتنا حسبي الله ونعم الوكيل، في اللي صنعه واللي عمله واللي وصانا وخلانا نمسك محمول في ايدينا، خرب بيوتنا. كم بيت تم فيه الطلاق بسبب الموبايل؟ كم حكاية خيانة تمت بسبب الموبايل؟ التعارف والشات والفيس والواتس والخراب البيوت. البنت بتبقى قاعدة جوة أوضتها وامها مطمنة عليها، والبنت مدورها فيديوهات وكلام مع الشباب اكتر ما كانت خرجت في الشارع. بيوتنا اتدمرت، بناتنا للأسف اخلاقهم بقت دمار بسبب المحمول. والام تقول لك انا عارفة مربية بنتي ازاي، مربيها ازاي، ده بنتي ما بتطلعش من أوضتها، ده بنتي ما بتوقفش في البلكون. هي وبنتك ما بتطلعش من أوضتها ولا بتقف في البلكونة، بس فاتحة كاميرتها، مشغلة موبايلها، فاتحة صفحتها على الفيس، عندها واتس، الدنيا خربانة. في ناس يقولك الموبايل ليه زي ما ليه عليه عيوب، ليه مزايا. ايوه ليه مزايا، بس احنا كنا عايشين قبليه وحياتنا كانت ماشية زي الفل، وما كانش في حد بيطلق مراته، ولا واحدة بتخون جوزها، ولا واحد بيقتل واحد عشان ظبطه بيكلم مراته، ولا واحد شاف أخته معاها موبايل بيتكلم واحد. الدنيا خربت. برغم المزايا الكبيرة للموبايل، احنا للأسف بنستخدمه غلط. الموبايلات بكل مزاياها للأسف خربت بيوتنا. تعال نشوف ضحية جديدة بسبب الموبايل. محمود الشحات خليل، شاب زي الفل، شاب نظيف وسيم جميل، شغال في دراسته هو، ورغم كده شغال في مصنع ايس كريم علشان لما الدراسة تبدأ بيجتهد، بيشتغل في الصيف، مش قاعد عشان ابوه وامه يصرفوا عليه، ده بيشتغل في الصيف عشان ما يمدش ايده لابوه وامه، يفضل شغال كام شهر في الصيف عشان قبل الدراسة يروح يجيب قميص، يجيب بنطلون، يدفع فلوس الدراسة، استخراج الكارنيه، الرسوم بتاع الكتب، الحاجات المتعرف عليها، بدل ما يقول لأبوه وأمه اديني. فالشاب الجميل ده كان شغال في مصنع آيس كريم وهو طالب جامعي. الشاب ده عايش فين بقى؟ عايش في محافظة البحيرة. فين في البحيرة؟ مركز كفر الدوار. فين في كفر الدوار؟ قرية اسمها قرية السنهرة. ما المصيبة الموبايلات ما بقتش في ايدين ولاد المدن، ده دخلت القرى والنجوع والعزب، تلقى الست وابنها وبنتها وجوزها جوه عزبة، عزبة وفي راوتر. مش بقلل من شأن العزبة ولا حاجة، ما كلنا فلاحين وكلنا عايشين في قرى. انا بتكلم ان الموبايلات دي بيستخدموها رجال الاعمال، بيستخدموها الموظفين، الناس اللي هي الموبايل بيخلص لهم شغل، لكن اللي في العزب واللي في القرى، انت يا ستي اللي في القريه هتعمل بقى الموبايل، انت يا بنتي اللي في القريه هتعمل، هتقول لك انا مش زي اي واحده وعندها حق. اشمعنى هي؟ كل بيوتنا في القرى والنجوع بقى فيها راوتر. محمود الشحات خليل عنده 21 سنة، آخر سنة في كلية، كانت السنة الجاية. محمود خليل شغال في مصنع الايس كريم، لقى واحد صاحبه: أنت فين يا محمود؟ قال أنا خلاص 5 دقايق وأخلص الشغل في المصنع. مصنع ايس كريم. قال أنا عايز أشوفك ضروري. فعلا المثل اللي بيقول: احذر، احذر من عدوك مرة، واحذر من صاحبك مليون مرة. محمود طلع من المصنع،
كلم اخوه، ليه اخ؟ قال له انت فين؟ قال له انا جاي دلوقتي، انا جعان. امي فين؟ قال ده امي بتزور ستي لان ستي تعبانه شويه. قال له طب انا هكلمها، اطمن على ستي واكلم. ماشي يا حبيبي، انت جاي دلوقتي ما تكلش، ما تاكلش غير لما اجي. انا جاي في الطريق، انا خلص المصنع، في واحد صاحبي عايزني في موضوع كده على الواجب، وهاجي عشان ميت من الجوع. قال له خلاص. محمود بعد ما خلص من اخوه راح مكلم امه، لان عرف ان امه عند امها اللي هي سته تعبان، فبيكلم امه. ايه يا امي، اخبار ستي؟ ايه؟ قالت له تعبانه والنبي يا محمود. قال طب خليك يا امي معايا، انا بس جعان. قالت له لا يا حبيبي، اجي اوكلك حاضر وابقى ارجع لها تاني. ام ربنا يصبرها. طلع محمود، كان الساعة 9 مساء، 9 في الليل، شغال صبح وليل على اكل عيش. طلع محمود لقى صاحبه مستنيه. انت رايح فين؟ قال له رايح اتغدى والله خير. قال له انا عايزك في موضوع تعني نتمشى بس. وهما بيتمشوا لقى صاحبه عامل له كمين، جايب له ابراهيم. ابراهيم ده ولد ما كملش 16 سنة، لسه جاي من امريكا. ابراهيم ده عايش في امريكا مع اهله، نزل البلد عشان فرح اخوه. ابراهيم ده طفل ما كملش 16 17 سنة، نزل من امريكا عشان يحضر فرح اخوه في القرية دي. فمحمود واقف بيقول لصاحبه مين دول؟ قال له هتعرفهم دلوقتي. وراحوا شدوا صاحبه هو اللي استدرجه، صاحبه جابه بين انياب الاسد. فمحمود بيقول له فيها انت جايبني فين هنا ومين دول؟ لقى العيال طالعين سكاكين. ابراهيم ده بيقول له تعرف تكلم بنت خالي؟ فمحمود قال له بنت خالك مين؟ قال له بنت خالي فلان الفنيه اللي في شارعكم، انت بتكلمها وفي محادثات واتساب بينك وبينها. انا مسكت تليفون بنت خالي وشفت المحادثات اللي بينك وبينها. فمحمود قال له محادثات ايه يا عم؟ تليفوني اهو، انا بقول لها بعد اذنك ما تكلمنيش، بعد اذنك انا مش فاضي الكلام ده، اخلص دراستي واكون نفسي، انا لسه بدري علي، انا ما عملتش حاجه يا عم. تخيلوا واحد جاي عنده مش مكمل 16 سنه، جاي من امريكا يحضر مناسبه وماشي تاني، مسك موبايل بنت خاله لقى ان في محادثات بينها وبين محمود. طب انت يعني انت يا ابراهيم، هي المشكله عند محمود ولا عند بنت خالك؟ ما مسكتش بنت خالك، ضربتها قلمين ليه؟ ماله محمود؟ خلي ان محمود بيبعت لها شعر وحب وافلام اباحيه، في اكتر من كده؟ محمود ده بيبعت افلام اباحيه. قول لي بنت خالك غير رقم التليفون وما تكلميش حد، خد التليفون من بنت خالك، وما فيش موبايلات خالص، وما فيش خروج. انت جاي من امريكا هتعلم الناس الادب؟ ورغم كده المحادثات زي ما قال محمود، وزي ما قالت ام محمود، وزي ما قالت اخت محمود، والله العظيم اخويا بعت لها على الواتس بيقول لها بعد اذنك ما تكلمنيش، بعد اذنك انا مش فاضي للكلام ده، بعد اذنك انا في حالي، انا لسه قدام دراستي. محمود بعت لها كده، الكلام ده بيقولوه مين؟ اهل محمود. لما دخلنا على صفحه محمود لقينا الجمله اللي هو مثبتها، المنشور المثبت ايه؟ ربي انهي حياتي بعمل صالح القاك به، يا رب اختم حياتي بعمل صالح القاك به. دي اللي مثبتها على صفحته، يا رب اختم اعمالي بعمل صالح القاك به. كل الناس في القرية قالوا مشهود عنه الطيبة والاخلاق، وفي حاله غلبان. المهم مسكوه بالسكاكين دب ابراهيم والاثنين اللي معاه، واللي استدرجوا مين؟ صاحبه هو اللي استدرجه. اول ما لقوه ميت طعنوه لغايه ما دمه ساح جروا. الناس في القريه سمعوا واحد بيزعق، دخلوا لقوا ميت، شالوه وجروا بيه على المستشفى. الدكتور قال لهم البقاء لله، انتوا يا بينه ميت. في الوقت ده الام مسخنه الاكل، واخوه قاعد واخته قاعده ومستنين لما يجي. اتصل باخوك، مفيش فايده.
محدش بيرد. خبطوا على بلغ الباب بيخب. خير خير يا جماعة الحقوا محمود ابنكم في المستشفى. ليه؟ ما نعرفش. جرت الام وجري الاخ جروا على المستشفى. الام دخلت غرفة العمليات. اقول لها يا حاجه البقاء لله اصبري. ابني مات. التلاتة دول بقى ابراهيم واتنين اصحابه كانوا خلاص مجهزين وراءهم على السفر ورايحين على برج العرب بسرعة. الشرطة مين اللي عمل كده؟ الناس قالوا محدش يعمل كده غير الواد ده. هم اللي كانوا في الحتة دي سألوا عليهم وقالوا فينا ده في المطار مطار برج العرب. على طول اشتغلت الاتصالات راحوا موقفين العيال قبل ما يسافروا بدقائق. تم القبض على ابراهيم والاتنين اللي معاه كانوا مسافرين برا مصر. تعال كان بيكلم بنت اخت بنت خالي بيكلم بنت خالك. الام انفجرت واخوه انفجر اخو محمود. والله هي اللي كانت بتكلمني. والله هي اللي كانت بتعاتس. والله هي اللي كانت رمية بلاها عليه وهو كان بيقول له ابعد عني. الواد قال لك لا انا قريت محادثات بينها وبين بنت خالي مؤدبة جدا وهو اللي كان بيعاكسها وكان بيبعت لها رسائل على الواتس. طب يا عم ابعد انت بنت خالك. رغم ان الام والاخ بيقولوا علاقتنا بالبنت واهلها علاقة قديمة وناس محترمة جدا. ما فيش بيننا وبينهم خلاف. فيش غير الواد ده اللي جاي هو اللي عمل المصيبة وللأسف حدث. يعني مش هيسجن ولا هيتعدم. حدث رغم انه ده قتل مع سبق الاصرار والتلاصق. لكن حدث ما كملش 18 سنة ولسه راجع من امريكا. لكن التحقيقات هتكشف حاجات كتيرة تاني. لكن اللي انا واثق فيه ان الموضوع ما يستاهلش. خلي ان في قصه حب نجوزه بلاش نجوزه. نبعد الواد. تعالى يا ابني مالكش دعوه بالبيت هنموتك غور خلاص خلص الواد غلبان. نمسك البنت دب دب ما تكلميش الواد ده ولا هندبح خلص الموضوع. ناخد موبايل منها خلص الموضوع. نروح للواد ده عند امه واهله خلوا ابنكم محمود يبعد عن بنتنا خلص الموضوع. لكن اللي انتوا عملتوه ده انتوا خربتوا البيت. سيبكم من الواد اللي مات الله يرحمه. البنت انت اللي عملت كده في بنت خالك. انت دمرتها دمرت سمعتها. يعني ايه كان بيكلمها؟ طب ما الناس بيقولوا كان بيكلمها. طب هي بترد عليه ليه؟ طب هي كانت بتكلم وانت فاكر الناس هتسكت؟ اللي انا بستغرب له كل واحد يتشطر. الراجل يقتل عشيق مراته ويقول لك استغل براءتها. واحد يروح يقتل شاب بيعاكس بنتي. طب ما تشوف بنتك بتمشي معاه ليه؟ بتخرج معاه ليه؟ انا ما اعرفش. ثلاث شباب ضيعوا نفسهم وضيعوا الشاب محمود الشحات خليل 21 سنه شاب مجتهد. حتى لو كان الشاب ده تجاوز وبعت للبنت رسائل ما يكونش القتل. روحوا بلغوا فيه بحث الانترنت اسجنوه ضيعوا مستقبله بس ما تقتلهوش. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد.